استغلال الأمثل للأراضي الفلاحية بهدف تطوير شعبة غرس الأشجار المثمرة هو من بين الأهداف المسطرة من قبل المصالح الفلاحية بولاية المدية والعينة من بلدية بنشكاو، التي تعد من ضمن الأقطاب الفلاحية للأشجار المثمرة على المستوى الوطني. أرض الدولة تالي دومين وجبتكم يعني شريك آخر عام؟ جابتنا شريك خطش هنا ما كانش عندنا الأموال اللازمة به نطور الأمور، جابوا شريك، والشريك هذاك يعني جاب تقنية جديدة وجاب مال وجاب كذا ودعمنا، والشراكة هذه القطاع الخاص فيه عنده 66% والدولة ب 34. المشاريع حاليا المدعمة تقدر بأكثر من 30 مشروع، ونحن في زيادة مستمرة، ونتوقع إن شاء الله أن نحتل المراتب الأولى في بعض الفلاحات حينما نطور هذا بعض طرق السقي العصرية. هذا الدعم جاء اليوم بنتائج جد إيجابية، حيث استطاع فلاحو المنطقة الولوج إلى الأسواق الخارجية. لك التي نخدموا تاع التخزين، نخدموا جولدين، ستار كيمسون، رواية قالا، هذو المنتول خدموا التفاح اللي يتخزن، يدوا سلعة وحنا بانو نخدموا معاهم. صحيح، على حسب الاتفاقية اللي راح نتفقوا معاهم إن شاء الله على ربي إن شاء الله. اللي راه جا لينا المستثمر هذا هو يقول ندير القطر، الله يعلم القطر دول الخليج. المشاريع الفلاحية التي تكتسيها اليوم ولاية المدية ذات أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، فهي توفر مداخيل بديلة خارج قطاع المحروقات.